وانا من خلال برنامج حضرتك انا قبل ما اتكلم في اي شيء انا بتوجه بالشكر لكل اهل بلدي محافظه بورسعيد من اصغر فرد لاكبر فرد على التجاوب والتعاون اللي شفته من اهلي. بصراحه ما كنتش متخيل هل الشكر واجب في كل الاحوال. انا احب البورسعيديه جدا، ربنا يبارك في عمرك. اصل احنا جيرانكم، يعني انا امي وخلاني من دمياط فاحنا كلنا جيران، شرف لينا. لا العفو، ده اللي اتشرف. فالشكر دايما واجب، لكن هل انت دلوقتي بتشكر لانه حمله المقاطعه دي انت شايف انها نجحت؟ جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. عرفت ازاي انها نجحت بقى؟ قول لي. بص النهارده البورسعيديه الجدعان لولاهم بعد ربنا انا مش هنجح. هي نجحت عشان هم كل الصفح، كل الدنيا كلها، كل الناس بدون استثناء نزلوا على صفحهم. الجميل في الموضوع ان انت بتقول اهل دمياط، تحيه لاهل دمياط وتحيه لاهل المنصوره والاهليه واسكندريه والسويس وكفر الشيخ. هي الحمله وسعت ولا ايه؟ جدا. احنا لا 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 لا. اصبحنا 12 محافظه مقاطعين الاسماك تماما. طب سؤال، يعني مثلا الشبار وصل لكام بعد ما كان ب 180 و200 و250؟ شبار ايه اللي 250؟ النهارده الاسواق بعد اليوم الثالث تمام. انا عاوز اقول لحضرتك ان مفيش سمكه دخلت بورسعيد، يعني انخفاض في اسعار الاسماك يتراوح من 50 ل 60%. الشبار الاخضر النهارده بالشوي وصل ل 100 و120 جنيه من 250 جنيه. البوري بمتوسط احجامه اصبح 70 90 100. الشخرم النهارده عندنا بقى ب 50 جنيه بعد ما كان ب 100. فالنهارده الحمد لله المواطن بدا يستوعب، وبدانا نعمل حملات توعيه ان احنا اول يوم تم مقاطعه الاسماك، ثاني يوم السمك هيبقى بايت فما تشتروهوش، فاليوم الثالث هيعفن فما تاخدهوش. هو ده كانت المبادره.